حكى رجل أنه خرج في يوم من الأيام ليتمشى قليلاً، وفجأة رأى في طريقه بقرة يكاد ينفجر الحليب منها من كثرة خيرها. وعند رؤية هذا المشهد تذكر الرجل الطيب جار له لديه بقرة ضعيفة وصغيرة لا تنتج الحليب، وعنده سبع بنات وهو فقير الحال. فأقسم الرجل أن يشتري هذه البقرة ويتصدق بها لجاره، قائلاً في نفسه: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفعلاً اشترى الرجل البقرة وأخذها إلى بيت جاره، فرأى الفرح والسرور على وجهة وشكره كثيرا على معروفه هذا. وبعد مرور عدة أشهر جاء الصيف وتشققت الأرض من شدة الجفاف، وكان الرجل من البدو يرتحل من مكان إلى مكان بحثا عن الطعام والماء. ومن شدة الحر والعطش لجأ الرجل في يوم إلى الدحول، وهي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية لها فتحات فوق الأرض ويعرفها البدو جيدا. دخلها الرجل وحيدا، ووقف أولاده ينتظرونه في الخارج، وفجأة ضل الرجل طريقه ولم يستطع الخروج مرة أخرى. وقف أولاده ينتظرونه وقد غاب كثيرا، حتى أيقنوا أنه مات أو لدغه ثعبانا أو تاه تحت الأرض وهلك. وقد كان أولاده ينتظرون هلاك أبيهم ليقتسموا ماله فيما بينهم، فأسرعوا إلى المنزل وأخذوا الميراث. ففكر أوسطهم وقال: هل تتذكرون البقرة التي أعطاها أبانا إلى جارنا هذا؟ إنه لا يستحقها وأنها ملك لنا. وذهبوا الأولاد ليأخذوا البقرة، فقال الجار: لقد أهداها لي أباكم وأنا أستفيد من لبنها أنا وبناتي. فقالوا: أعد لنا بقرتنا في الحال، وخذ هذا الجمل الصغير بدلا عنها، وإلا أخذناها بالقوة، وحينها لن نعطيك أي شيء بالمقابل. فهددهم الرجل قائلا: سوف أشكوكم إلى أبيكم. فردد الأبناء في سخرية: إنه قد مات. فزع الرجل وسألهم: كيف مات؟ قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج منه حتى اليوم. فقال الرجل: دلوني على طريق هذا الدحل وخذوا بقرتكم، لا أريد منكم شيئا. وعندما وصل إلى مكان الدحل ربط الرجل حبلا في وسطه وأوصله إلى خارج الدحل وأوقد نارا ونزل داخل الدحل وأخذ يمشي حتى بدأ يسمع أنينا خافتا، فمشى في اتجاهه حتى وجد رجلا يتنفس حي، فأخذه وربطه معه إلى خارج الدحل وسقاه وحمله إلى دائرة حتى دبت الحياة في الرجل من جديد. كل هذا وأولاده لا يعلمون. تعجب الرجل من أمره وسأله: كيف ظل أسبوعا تحت الأرض حيا ولم يمت؟ قال الرجل: سأخبرك قصة العجيبة. دخلت إلى الدحل ووجدت الماء، ولكني ضللت الطريق ولم أستطع العودة، فأخذت أشرب من الماء لمدة 3 أيام وقد بلغ مني الجوع مبلغه، فأستلقيت على ظهري وسلمت أمري إلى الله عز وجل. وإذا با فجأة أشعر بلبن بارد يتدفق على لساني من إناء عالي لا أراه في الظلام، وكان هذا الإناء يأتيني 3 مرات كل يوم، ولكنه انقطع منذ يومين فجأة ولم أدري سبب انقطاعه. فأخبره الرجل عن سبب انقطاعه، وهو أن أبناءه جاءوا ليأخذوا منه البقرة التي أعطاها الرجل إلى الجار من قبل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقيم صارع السوء. وهكذا نجا الرجل من الموت جزاء صدقته وإحسانه